يرفق في الملف كمان تحليل مخدرات إيجابي لثلاث حالات من الأولاد الموجودين في الأوتوبيس: باسم شوقي رؤوف، ياسر عبد التواب، وزهرة عماد. وطبعاً بابا زهرة عماد هو الدكتور عماد الخولي، جراح المخ والأعصاب الشهير، واللي ما رفعش دعوة. وده يثبت لنا يا ريس. أنا موجود يا فندم. مين حضرتك؟ عماد الخولي، طبيب، والد زهرة. أنا فعلاً زي المتر ما بيقول كده، ما رفعتش دعوة، بس أنا أقدر أرفع دعوة دلوقتي وبدون توكيل. بس أنا لو رفعت دعوة مش هرفعها عشان أجيب حق بنتي بس، لا، أنا هرفعها عشان أجيب حق أي بنت وولد خرجوا من بيتهم وما رجعوش، أي بنت وولد ركبوا أتوبيس المدرسة ورجعوا بيتهم مش سلام. أنا بنتي يا فندم جالها ارتجاج حاد في المخ نتيجة الحادثة، وفادت الذاكرة لمدة طويلة جدا. احنا كل يوم كنا بنموت. حضرتك اكيد اب وعارف. تعمل ايه يا فندم؟ وبنتك تعبانة وانت مش قادر تعمل حاجة. رغم اني طبيب وتخصصي. عارف يعني ايه انك تبقى واقف مشلول وعاجز. الضنا غالي يا فندم، اغلى حاجه تخرج بيها من الدنيا. الاستاذ اللي بيقول ان الضنا الغالي، وما كانتش غاليه لما كانت بنت حضرتك عايشه لوحدها وجهضت بسبب الحادثه. اخرس، انت ازاي تقول كده؟ لو وجهت كلامك تاني لمحامي الخصم انا هطلعك بره. اتفضل اقعد. يا سيادة الرئيس، أنا معايا ما يثبت إن المستشفى إن بنتي جالها إجهاض بسبب الحادثة. أستاذ أمجد، لو سمحت، ورق الدعوة كله موضح كل ده.